جدك كان يجمعنا في الشتاء ويجيد النار ويقعد يقشر واحنا نقعد نشوي وناكل لحد لما نقول يا بس. كان يقول انا مش هاكل الا من الجوز الذرة بتاع فوزية، ويقول الله الله معسل قوي وطري، انا اقعد بقى ايه نفش ريشي، امال ايه مش بيقول على الذرة بتاعي انه احلى واطعم. هو لو ما كانش فيه الحياة الحلوة دي والذكريات دي كنا هنعمل ايه؟ كان الواحد مات. عارف يا واد يا مروان؟ ايه؟ ايوه واد، امال ايه؟ مش انا عمتك اقول لك يا واد ولا تزعل؟ لا ممكن ازعل منك ابدا يا عمتي، قول اللي انت عايزه تقوليه. ادينا قاعدين بناكل وبنضحك وبنهزر عشان افتكرنا جدك لما كان يجمعنا حواليه ولمتنا حواليه الحلوه. انت عارف انا كنت اخاف من جدك قوي، كنت اترعب منه، كنت لما اسمع صوته اتجن. كان شديد قوي، كانت امي لما تسمع صوته تجري عليه. اقول هي ليه بتعمل كده؟ ليه بتخاف منه تترعب للدرجه دي؟ بعدين فهمت. فهمت ايه يا عمتي؟ كان حب مش خوف. لما سالتها قالت لي العز اللي احنا فيه ده من خير ابوكي، احنا قاعدين في بيتنا وقافلين علينا بابنا وهو بره بيشقى ويتعب عشاننا. قالت لي اللقمه اللي بتخش جوفك من عرق وشجى ابوكي، سهل تاكليها لكن صعب تلاقيها. كانت تقول لي انا لما بجري عليه مش خوف منه، لا انا بديله حقه زي ما هو مدينا حقنا كلنا. ايوه امال، الراجل لازم يعرف انه اهل بيته عارفين وشايفين شجاه. عمتي الله، انا وشفا تسلم ايديك. حلو قوي اللي انا شايفاه ده، ما كنت تقولي لي يا عمتي اجي معاكي؟ كلي كلي يا بنت، ده طري قوي، كلي معسل. شكلكم واخدين بعض عن حب قوي كده. لا يحزك، كلي كلي كلي. هات مروان، مش هتقولي هتعمل ايه مع لبنى؟ لبنة ايه وحسن ايه وبيت كبير ايه؟ خلينا في الدور اللي هيولد ده دلوقتي. يا اولاد الذين، اقول لك على سر عمتي؟ لا مش عايز اسمع حاجه، الله يخليك. اسمعي بس، زينب صوتها حلو جو جو قوي. ما انا عارفه. عارف ايه كمان؟ ايه؟ ترقص حلو قوي. عرفت منين؟ ايه؟ انت ما تعرفش؟ عارف منين يعني؟ لا لا لا، طب ما تغني. ما تغني. غني يا زينب. غني وقولي. غني يا زينب يلا، خلي مروان يتبسط. وانا بقى هبقى زي العزول. مين قالك ده؟ اقعد يا عمتي، غني يا زينب. احنا بنتونس بيك. طب يلا بينا. بتونس بيك. ايوه. وانت معايا. بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا. ايه. لما تقرب. ايوه. انا بتونس بيك. واما بتبعد. انا بتونس بيك. ايه الحلاوه دي. اقوم امشي انا بقى واسيبكوا بدل ما ابقى عزول كده. خليك يا عمتي. بقول لك يا زينب، ما تيجي نتمشى شويه؟ ماشي. هنبسط قوي. تمام، بس نطفي الولعه دي بقى. مش دلوقتي، نطفيها في البيت. يلا يا زينب. يلا. عارفه يا زينب، بعدين يا حبيبي ما ينفعش كده. ايه؟ انت مش مرتي ولا انا متهيألي؟ ايوه بس احنا في الشارع. يعني ايه؟ الناس نايمه؟ حتى لو الناس نايمه او صاحيه، انا براحتي اعمل اللي انا عايزه، انا الكبير. ايوه ما عشان انت الكبير الناس هتقلدك. يا ريت يا زينب الناس تقلدني. عارفه لو كل واحد حب مرته زي انا بحبك كده، والله العظيم بلدنا دي هتبقى فله وشمعة منوره. بلدنا دي هتدخل التاريخ. عارف يا مروان، انا كان نفسي طول الوقت انزل الشارع واسهر لغايه الصبح. كنت بحسد الولاد عشان عندهم فرصه لكده. بس يعني نفسي اشوف شكل الشارع والناس نايمه، مفيش لا دوشه ولا في اي زحمه. ايه؟ بعد شويه حصل جوا برد. لا يا حبيبي اوعى تعمل كده. لا, 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 لا. لا عشان خاطري يا مروان، انت كده هتبرد. لا, لا لا انا فاكرك ايه؟ انا فاكرك مرتي تبرد. ايه ده؟ الله والله فكرتيني بالملايه اللف. ربنا يخليك ليا ويخليك ايه. انا بحب حنيتك عليا وبحب اشوف عينك اللي بتضحك دي. انا بحب اشوفك قدامي يا زينب على طول. بقول لك ايه؟ ما
تيجي اقول لك على حاجه يعني حاجه حلوه جوا. طب يلا عشان احنا اتاخرنا لازم نروح ونروح لوحده. معلش ان شاء الله النقد هيبقى في صالحها. ان شاء الله. حسن مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش اي حاجه، اهم حاجه تطمنيني عليك. انا عايزه اقول لك على حاجه وعايزاك تصدقني في اللي هقوله ده. الحب اللي انت بتدور عليه موجود يا حسن. ريتال بتحبك، بتحبك قوي كمان. انا كمان حبيتك، عارفه اني في دماغي كان في حاجات كتير قوي متلخبطه، بس في حته جوايا نفسها تبقى معاك. انا عمري ما هنساك ابدا، مش هنسى كل اللي انت عملته عشاني. حسن انت فيك طيبه وحنيه محدش لسه اكتشفها. على فكره انا كلمت ريم، اتفاجئت قوي من كل اللي حصل وقالت لي انها هتكلمك. عمري ما هنساك. لو حصل وفكرت تسافر بره مصر يا ريت تكلمني وتجيلي. طب يلا يلا عشان نلحق الطياره. قصب القصب عايز مياوان. قصب القصب عايز مياوان. مفيدة، أنا فاكر أسيب البلد وعايزك معايا. وأنا دخلي إيه؟ ما تمشي. عايزك معايا. معاك؟ مرتي على سنة الله ورسوله. شكلك طيب. جو والله العظيم. سافر. هسافر بس وانت معايا. انا نور عيني هنا، ما اقدرش اسيبه وامشي. عارف ما عنديش مانع انك وقت ما تحب تشوفيه انا اجيبك لحد هنا. وانا ما اقدرش اسيبه وامشي حتى لو مش شايفاه قدام عيني. انا عارف يا مفيد ان الضنا غالي، بس انا كمان قلبي ميال. روح سافر، انا مش ناوية اتجوز تاني وهعيش لحالي كده لحد ما الدنيا تقول يا كفا. روح لحالك. لما تيجي ندور على حلم جديد مع بعض. انا كل حلمي في ولدي، ما اقدرش ابعد عنه. روح انت وشوف حالك وهتلاقي اللي احسن مني مليون مره. ايه كنت فين كل ده؟ اسكت يا محروس، ده السايق غلبني عبال ما اقنعته ان الذهب ده ذهب ام الله يرحمها، وان هم على ايامهم ما كانش فيه فواتير. ها اشترى؟ فين الفلوس؟ يعني ايه فين الفلوس؟ يعني ايه فين الفلوس؟ عايزها عشان نعمل مشروع كده ياكلنا الشهد. بقول لك ايه؟ مش عايزين نطير الفلوس، عايزين نفكر كده ونمخمخ نعمل مشروع يجيب لنا فلوس. ايوه صح، مشروع ايه بقى اللي يجيب لنا فلوس؟ مش مهم، المهم بس اديني الفلوس عشان اروح احطها في البنك. لا 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 ما تتعبش نفسك، انا عملت كده. عملت ايه؟ اصلا انا خدت كده الفلوس من عند السايغ وخرجت وقفت مع نفسي قلت يا بنت يا ساميه صدقيني الواد محروس بعتك لوحدك عند السايغ عشان لو حصل في الامور امور وتعكشتي تروح انت في داهيه وهو يخلع.